بأس بالنسبة إلى إنسان. اصمت يا جوين، لا تخافي، الوضع تحت السيطرة من غير تلاعب. حقا؟ أتمزح الآن؟ أوه لا، الأرض تقترب بشكل كبير. لدي الحل. أجل. واو، أشعر وكأنني الرجل الخفاش. فنيا فإن جناحيك أقرب ما يكونان إلى جناحي النورس. أوه لا، تركنا بعضها. أوكي، هذا رائع حقا. لما تدخل مصنع سيارات مهجور؟ لأنها تصنع السيارات. لحظة، هذه ليست مصابيح يدوية، إنها طاقة نووية. قضبان للآلات، لابد أن أحدهم يصنع. هذا سيء، سيء جدا. طيري لكن طيري. ما هذا؟ سفينة جوية عملاقة. ماذا؟ ومن يصنع كل هذا؟ هناك طريقة لنعرف. يبدو أن الجسر هو هذه القبة في الوسط. أهذا بيل جاكس؟ بالطبع. أهلاً أهلاً، لدينا زوار. أوه جناحي! ثقب كهذا لن يؤثر على ديناميك الطائرة. لن ننهزم من دون قتال. أوبن! تمسكي! تهاجمني بطائرات خاصة؟ ذكي، من دون فائدة. ماذا؟ لا أتذكر أنني دعوت ضيوفاً. إنه يتواصل عبر الطائرة. صحيح، والآن وبعد أن مد سفينتي بالطاقة اللازمة، لم تعد خدماتها ضرورية. العد التنازلي للتدمير الذاتي. اقفزي إلى الماء. أربعة، ثلاثة، واحد. ما كان ذلك؟ فيلجاكس، لقد هرب. أحسنت يا بني البطل. هل تمزح؟ حاربت مئات الطائرات وواجهت فيلجاكس وتلك السفينة، وأيضاً تعاونتما سوياً. ستنال منه لاحقاً. سنفعل. هاي، ربما لم تنتصر على فيلجاكس، لكنك صنعت شيئاً يطير لثلاثة أمتار. ربما الذكاء البشري يجري في العائلة.